بعديل كده بيشير ليك كده دق 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 ودار يتكلم في قضايا الأمة ده السودان ده أبويا أنا براي ها كرهتوا الله يطلع ميتينكم ذات. طيب ده واحد اثنين أول حاجة قبل ما نخش في مني أركم الناوي الدير يمرك من الله طوال يا جماعة اختار طوال أمرك 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 طوال أصل ما ده هناك بيكرت ولا قلنا لك تعال ولا أصل ولا وشفت اللايف ده ما أصلا مفكوك ماشي كده فيسبوك دير تحضر أحضر ما ده أحضر طوال جد أصل ما فاضل لك ولا ما محتاج لك. طيب قبل ما نخش في مني أركم الناوي مني أركم الناوي كلامه هو كويس لكن في النهاية هو قال لك أي زول يشتري سلاح ويحمي نفسه يعني نجيب كلام مني ومني ما بحميك نحط النقط في الحروف هذه ما بحميك بحميك أو قال حاجة دير له 5000 تاتشر تاتشراتهم كله كده الحركات المسلحة 600 تاتشر 600 700 ألف كده بس دايرين 5000 تاتشر عشان يقدر يعمل دارفور دي فإلا لو الجيش يديه فمني في خلال كلامه ونهاية كلامه بقول لك يا أخي اشتري سلاحك واحمي نفسك نفس الكلام اللي احنا قاعدين نقوله ما بحميك ولا بجيك ولا انا قبل ما نخش في الموضوع نخش في مستريق اول حاجه رساله لناس مستريق الكلام ده انا قلته خلي مستريق دير ارد لي بيضة ارارة وخربرنة وبتاع وناي طيب امسك البنوك ده ميتين او الجمارك طيب قبل المناطق دي كلها وكلمتكم وقاعد احلف لكم بالله وانا ما بعلم بالغيب ولا يعلم علم الغيب الا الله بحلف لكم بالله واصلا ما بتسمعوا الكلام وتاني الواحد ينوم قاعد في الاتحاد الاوروبي ولا في امريكا يشخر اخ بعد يدقوا حبوبته ولا حبوبات حبوبته يجي يكورك لك واي والله ودقوا فلان ودقوا قريه فلان والحقونا وبتاع تماهين انتوا كلامي ده طيب انتوا طيب انتوا وقت ما بتسمعوا كلامي انا اللي بقوله وما بتنفذوا طيب ما اصلا تدقوا لي ليه؟ كويس؟ تدقوا لي ليه؟ امسك البلوك ده انا كايسك من زمان ده طيب من الحرام انت اقا مالك فتدقوا لي تليفون ليه؟ تستشيرون ليه؟ انا ما داركم تستشيروني انا وريتكم كلام قلت لكم 1 2 3 نفذوه بالحرف الواحد ما تجوني تاني بعد سنة سنتين 3 سنوات تجوني تقول لي والله يا أخي منطقة كده يعني أنا أعمل لك شنو يعني مثلا ما أنا وريتك يعني أنا أعمل لك شنو مثلا ما أنا وريتك 1 2 3 لو في زول حسي قال دير يقتل أمك وأبوك وأهلك وأي زول يمسحهم لك كت وإنت قاعد في الاتحاد الأوروبي عندك 20000 دولار 20000 دولار تديه ولا ما تديه رحنهم لك كت ما يا تقنع منهم يا تديهم صح هتديهم الناس كلمناها ما عملنا لهم خطه استراتيجيه انه يا جماعه مليون دارفوري ب 20 دولار ب 20 مليون دولار شهريا 20 مليون دولار والله تحرروا ابيتوا تتفقوا كله ابيتوا كله لا 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 ما نتفق انا حركتي فلان انا تابع لفلان انا علان انا بتاع انا كلكم كت عباره عن زباله ورمم وما حليتوا اي مشكله مني اركم الناوي قاعد في الخرطوم انسحب مرق أنا احنا قلنا ندوه مهله شويه ما بعرف يمكن الدول ده اتفق مع البرهان في النهايه هو ذاته خبطه بعد خبطه دقه بعد ذاك حك راسه شمال يمين الكلام اللي قاله ده جديد يعني لا هو جديد يعني احنا ما قلناه وكده لا انا حليك نشوف طيب مستري ضربوه والجنجويت لما اتاكد انه هيمتي مات وفي 40 يوم للحرب وانتم ما يعني ما الحرب ده ما يعني ما جديد بالنسبه لكم انتم ولا فيران تجارب عارفين جدا ناس بيضا ناس ارارا ناس خربرانا ضغط المره لما ميتين او عاركم طلاق ومشيتوا تشاك ورجعتوا وجيتوا عارفين ما محتاجين زول يتكلم معاكم ولا محتاجين للايف ولا محتاجين لاحمد كسر ولا احمد زفتي ما محتاجين اوريدي كده عندكم 3 خيارات يا جماعه كلكم بدون مستريح كل يدور قاعد في دارفور عندك 3 خيارات يا تسلم نفسك وتسكت وتقفل بوزك تموت يا عندك قوي انت تشتري سلاحك ده وتحمي روحكم وتقلو من الجنجويز ذاته وتقتل برنامجك يكون كتل نظافة زي اوكرانيا يا كمان تمشي القضايف تشاهد ذاتي اتملت
تشال ذاته يتملى ثاني ذاته بعد شويه يقول لكم استوب ما دارين اي زول. واضح ولا ما واضح يا جماعه؟ وحسده الجيش قال اي زول عسكري يجينا ياخذ نمره ياخذ سلاح كلكم جد بطولكم وارضكم ده دار مسارته كله زول واحد ما عندكم يلبس جلابيه وجلد نمر يمشي يقابل الجيش ده كلكم كده بطولكم وارضكم ملايين البشر ده ما عندكم زول كده ناس شرفاء 10 15 20 نفر تتلموا تمشي تقابلوا الجيش ده تقول له الحرب ده حرب بتاعت كرامه نحن قافلين البوابه الخلفيه دي عشان الجيش ده يجيف معاكم بسلاح ولا بذخيره ولا باي حاجه يعني حصلت مشكله الناس من انتشار يجي يقطع عشان يجي يدافعوا لكم هنا انتوا قاعدين الحمار الله يكرمكم الحمار لما نشتريه اشتريناه مثلا من هي الجبل جبناه هي الزريبه كويس ولا هي المدارس خمس مرات وديناه والوادي جبناه وديناه له ثاني ما برجع هي الجبل لانه الحمار بيتاكد انه هو اشتروه ثاني حيكون قاعد معنا هنا في البيت لو فكيناه من الوادي شديناه وقلنا له ارك هيجي هيجي البيت يعني الله يكرمكم انا ضربت المثل ده الحمار بيفهم 1200 ولا 1300 ضيف ثاني ده اقول لكم شنو يعني اكثر من الجيش قال لكم تعالوا هبوا 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 وما في زول ذاته يتشال سلاح ثاني بسألك والدعم السريع فجوه الدعم السريع بقى ابو عربور في عربات الجنجويد ديل مشترينهم بقروشه وفي عربات انقطعوا من هيمتي خلاص بعد بقت فوضى بدقوكم بضربوكم بضربوكم وبجبه حلف لكم بالله قبال ما الحرب ده تقوم بتاع الخرطوم ده قلت لكم قسما بالله وحسي بحلف لكم القديم ده خلوه والله بدقوكم اقسم بالله بدقوكم لانه بجوا بانتقام بضربوكم ضربه من حديد بمسحوكم مسح واضح ولا ما واضح؟ عندك حلين يا تقفل بوزك وقدومك وميتين ابو اهلك تموت يا تمشي القضارف تشاهد ذاته يتملك يا تشتري سلاحك وتحمي نفسك دي ثلاثة خيارات ما في زول ثاني يدق عليك الخاص وعنينا وبتاع والكلام الفارغ والكلام الفضفاضة حبيبنا الروح دي واحدة ما اثنين اي قبيلة في دارفور دي ما بترقوا لكم 20 نفر عندهم وزن تلبسوا لكم جلاليب وتلبسوا لكم بلاطين وقمصان وتمشي تقابلوا الحكومه دي تقول لهم احنا معاك ما قادرين يعني بتاعت لايفات ده بيقدم خدمه يا حد الخدمه اللي احنا بنقدمها بنقفل تليفوننا ودايرين نرتاح في دماغنا ده نريح دماغنا ده عشان بكره الصباح نكون صافيين الواحد يعني انا اقول لك شنو يعني اكثر من كده يعني اعمل لك شنو يعني اخدت ليك يعني امشي اقول للبرهان يا اخي سامل كده واعمل كده انتوا كلكم بطولكم وعرضكم ما قادرين تشتغلوا يعني انا امشي لكم يعني امشي للجيش ولا امشي لبرهان ولا اقول شنو يعني اذا كان انتوا 20 نفر قبيله كامله 20 نفر ما عندها 20 نفر بس ما عندها عشان تحمل قبيله والله العظيم ما المفروض ترحل من الارض ذاته انتوا ما صالحين ذاته انتوا ذاته حموله في الارض تقعدوا ليش شنو ذاته سبب واحد بخليكم تعيشوا في الدنيا ما في ما قلنا 100 ولا 200 20 نفر بس عشان يمشوا يقابلوا الحكومه دي ما عندكم عينوا ناس جبل مونديل كشفوا لهم الكلام ده انا برد لمسرة عينوا ناس جبل مونديل كونوا نفسهم وامورهم ضابطه زمان هي متي في قوه ما قدر يخش عليهم دقوهم فجوهم لما ميتين ابوهم طلب انتوا بطولكم وعرضكم واقوياء تعرفوا اقوياء وقدمتوا ارطال من الشهداء ما قادرين تفكروا 20 نفر تطلوا عشان تمشي تقابلوا الحكومه تقول لي مستر ضربوه عنينا وبتاع وده اقتلب بجاي وده رجع بجاي وده والكلام الفارغ اللي قاعدين تسووه ده وجوطة في جروبات ويا يا 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 جدال ذاته ما بيقربوا زي ده كلام فارغ سابق كلام فاضي حسي الكلام القديم ده خلوه حسي بدقوكم حسي رايكم شنو عندكم ثلاثة خيارات يا تقفل بوزكم بوزك يعني قدومك تقفل بخانتك تسقط تموت بس يا تمشي القضارف تشاهد ذاته يتملت يا الزول القوي عنده سلاح يقعد بس يا قتل الجنجويت يا قتل دي ثلاثة خيارات قدامك هسي ده هسي قوم من بكره عندك اي حاجه بيع امشي القضارف عندك اهل في القضارف هناك اقعد هناك في القضارف لما الحرب ده ينتهي بعدك تعال راجع القضارف ده بوفي وبكفي كم مشيتوا 100 مليون بكفيكم اراضي شاسعه واسعه في محلات ما في زول ساكن فيها واضح ولا ما واضح؟ هسي بقتلوكم الجنجويد بغضب منكم غضب الهي
بمسحوكم بطلوا ميتين ارواحهم. واضح ولا ما واضح؟ امشوا القضايا اتخرب القوي يموت والضعيف يمشي القضايا. انتهينا؟ مع السلامه. عشان ثاني ما فهمتوا ولا مفهمكم بوقاص كده؟ فهمتوا؟ اي زول عنده قروش حسي ده حول لاحرى قروش انت قاعد في امريكا ولا بتاع قدمه للقضايا خليه يمشي القضايا عشان ما تقعدوا تتباكوا لنا ونتنا ودقونا وضربونا حينتهوا منه من نهاية. تعرف نهاية؟ واضح ولا ما واضح؟ هنا الخرطوم يكبر راس عاملين فيها مفتحين.